up y'all, this is Anwar Galaf, also known as B-Boy Crush. أنا من الكويت وعمري 18 سنة. هوايتي رقص البيبوي. بلشت لما كان عمري 12 سنة وكانت بدايتي مع شباب بيبويز من الكويت وهم اللي دربوني وعلموني على الأساسيات وكان عندي دعم من كل اللي حوالي من ربعي وأهلي والحمد لله استمرت لين دخلت أول بطولة ريد بول بي سي 1 سايفر بالكويت واللي كانت في 2012 وهم شاركت بنفس البطولة ب 2013 الحمد لله شاركت بالبطولتين وتأهلت للتوب 16 لكن ما حالفني حظ في البطولة كانت تجربة وايد زينة وتعلمت من أخطائي وبعدها شاركت في ريد بول بي سي 1 2014 ولكن هالمرة مو بس تأهلت للتوب 16 ولكن وصلت للسيمي فاينل تعلمت من أخطائي واستفدت من خلال مشاركتي في الثلاث سنين اللي طافوا وبهالسنة بريد بول بي سي 1 2015 راح أشارك وراح أعطي كل اللي عندي وراح أسعى للحصول على لقب البطولة عشان أحقق أمنيتي وأمثل الكويت في ريد بول بي سي 1 ميدل إيست أفريكان كواليفاير